بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات في الصف الثالث ثانوي لنظام المقررات في الفصل الدراسي الثاني لعام 1441 في مادة الرياضيات 5. وموضوع الدرس هو مراجعة لدروس المتطابقات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينهما، أيضا المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها. أيضا راح ناخذ إن شاء الله مراجعة لدرس حل المعادلات المثلثية، معكم الأستاذ صالح شميمري، فمرحبا بكم. أول شيء إخواني بناخذ مفهوم أساسي لمتطابقات المجموع والفرق. عندي متطابقات المجموع والفرق، أول شيء ساين A زائد B. لاحظ معي، ساين المجموع يساوي ساين A كوساين بي زائد كوساين اي ساين بي. كوساين المجموع يعني كوساين اي زائد بي يساوي كوساين اي كوساين بي ناقص ساين اي ساين بي. اما تان المجموع يساوي تان اي زائد تان بي قسمة واحد ناقص تان اي ضرب تان بي. هذا فيما يتعلق بالمجموع. اما في متطابقات الفرق فساين اي ناقص بي يساوي ساين اي كوساين بي ناقص كوساين A ساين B. كوساين A ناقص B يساوي كوساين A كوساين B زائد ساين A ساين B. أما تان الفرق يساوي تان A ناقص تان B قسمة واحد زائد تان A ضرب تان B. هذه القوانين مهمة في إيجاد بعض القيم المثلثية ولكن دون استعمال الآلة الحاسبة. سؤال عندك هنا يقول لك في إيجاد قيم المثلثية دون استعمال الآلة الحاسبة أوجد القيم الدقيقة لكل مما يأتي. ساين 105. طبعا الحل عندي هنا، احنا نلاحظ أن 105 هو مجموع 45 زائد 60، وكل منهما 60 و45 هي زوايا خاصة معلومة لقيم الدوال المثلثية لها. طبعا احنا أخذنا ساين 60 وساين 45 وكوساين 60 وكوساين 45، فبالتالي راح يسهل لي إيجاد قيمتها. إذن راح نستعمل ساين 105 باستعمال مجموع 45 زائد 60. إذن ساين A زائد B يساوي ساين A كوساين B زائد كوساين A ساين B. وبالتالي بما أن 105 هي حاصل جمع 60 زائد 45، إذن ساين 105 يساوي ساين 60 زائد 45. الآن راح أستعمل هذا القانون اللي عندي اللي هو ساين المجموع. إذن من متطابقة المجموع ساين 60 كوساين 45 زائد كوساين 60 ساين 45. وبالتالي الآن نعوض قيمة الساين 60 هي جذر 3 على 2 كوساين 45 جذر 2 على 2، والزائد هذه تنزل. ساين كوساين 60 هي نص ضرب ساين 45 هي جذر 2 على 2. الآن نبسط جذر 3 في جذر 2 جذر 6، و2 في 2 4، والزائد تنزل. 1 في جذر 2 جذر 2، و2 المقام في 2 اللي عندك هنا بأربعة. الآن صار عندي جذر 6 على 4 زائد جذر 2 على 4، وبالتالي الآن نجمع البسط ونضع المقام كما هو. إذن جذر 6 زائد جذر 2 على 4. هذا فيما يتعلق بقيمة ساين 105. لاحظ معي جبتها بدون استخدام الآلة الحاسبة. السؤال الثاني يقول لك أوجد دون استعمال الحاسبة كوساين سالب 120. احنا عارفين يا إخوان أن السالب 120 هي حاصل 60 ناقص 180. ممتاز. إذا راح أخليها أول شيء، بما أن الفرق أو 60 ناقص 180 يساوي سالب 120، راح أستعمل قانون إيش؟ قانون كوساين للفرق. وبالتالي سالب 120 يساوي 60 ناقص 180. إذن كوساين سالب 120 يساوي كوساين 60 ناقص 180. إذن الآن راح أستعمل قانون الكوساين من متطابقة الفرق، وبالتالي كوساين 60 كوساين 180 زائد ساين 60 ضرب ساين 180. وبالتالي راح استعمل الآن القواعد اللي اخذتها الدوال الخاصة. ساين 60 بنص، كوساين 180 بسالب 1 نضرب بينهم ضرب، ثم الزائد تنزل. ساين 60 بجذر 3 على 2، وساين 180 بكم؟ ساين 180 بصفر.
بعد ذلك نبسط النص في سالب واحد بسالب نص زائد عن جذر ثلاثة على اثنين في صفر يطلع عندي صفر، وبالتالي القيمة عندي هي سالب نص. إذن قيمة كوساين سالب 120 بسالب نص. تعالوا نشوف إخوان إثبات صحة المتطابقات المثلثية. طبعا السؤال يقول لك أثبت صحة هذه المتطابقة كوساين 90 ناقص ثيتا تساوي كم؟ تساوي ساين ثيتا. الآن لإثبات صحة هذه المتطابقة، طبعا احنا قلنا يا إخوان سابقا راح استعمل المتطابقات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينهما في إثبات صحة هذه المتطابقة. وحنا أخذنا سابقا علشان أثبت هذه أو صحة هذه المتطابقة نبدأ بالطرف الأكثر تعقيدا. وش رأيكم أيهما الطرف الأكثر تعقيدا؟ نلاحظ أن الطرف الأيسر هو الطرف الأكثر تعقيدا، وبالتالي راح أبدأ من إذن كوساين 90 ناقص تيتا تساوي، راح أستعمل قانون الفرق للكوساين، إذن يساوي كوساين 90 كوساين ثيتا زائد ساين 90 ضرب ساين ثيتا. الآن نأتي بقيمة الكوساين 90، كوساين 90 بصفر، الكوساين ثيتا تنزل كما هي زائد ينزل ساين 90 بواحد، أما ساين ثيتا تنزل كما هي، وبالتالي كل هذه القيمة راح تكون بصفر، وهذه واحد زائد ساين يساوي في النهاية ساين ثيتا. لاحظ معي بدينا من الطرف الأكثر تعقيدا اللي هو الطرف الأيسر، وانتهينا وين؟ بالطرف إيش؟ بالطرف الأيمن. وبالتالي الآن أثبتنا صحة هذه المتطابقة. تعالوا نأخذ يا إخوان موضوع المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها. في عندي يا إخوان خمس قوانين مهمة. طبعا أول شيء راح نأخذ ساين ضعف الزاوية، ساين 2 ثيتا يساوي 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا. أما كوساين ضعف الزاوية فلها ثلاث قوانين بحسب المعلومة اللي عندك في السؤال تقدر أن تطبق أي قانون فيه. وبالتالي كوساين ضعف الزاوية أو كوساين 2 ثيتا يساوي كوساين تربيع ثيتا ناقص ساين تربيع ثيتا. أما كوساين 2 ثيتا يساوي 2 ضرب كوساين تربيع ثيتا ناقص 1. أما الثاني عندي هنا كوساين 2 ثيتا هنا يساوي 1 ناقص 2 ضرب ساين تربيع ثيتا. هذه كلها قوانين كوساين ضعف الزاوية. أما تان ضعف الزاوية ويساوي 2 تان الزاوية مقسومة على 1 ناقص تان تربيع الزاوية. تعالوا يا إخوان نشوف بعض الأسئلة المهمة فيما يتعلق ب المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها. إذا يقول لك هنا أوجد القيمة الدقيقة لساين 2 ثيتا إذا كان ساين ثيتا يساوي 2 على 3. لاحظ معي الثيتا محصورة بين الصفر والتسعين، يعني في الربع إيش؟ في الربع الأول. طبعا حنا عارفين إخوان أن ساين 2 ثيتا يساوي 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا اللي هو المطلوب. الآن نوجد أول شيء كوساين ثيتا علشان نقدر نعوض بالقانون هذا كامل. الساين عندي موجود، الكوساين نجيبها الآن بعدين نعوض في القانون هذا. إذا نوجد أولا كوساين ثيتا، من نظرية فيثاغورس نجد أن ساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا يساوي واحد لإيجاد قيمة الكوساين ثيتا. وبالتالي من متطابقة فيثاغورس كوساين تربيع ثيتا يساوي واحد ناقص ساين تربيع ثيتا. الآن راح أعوض بقيمة الساين ثيتا، والساين ثيتا بكم عندي في السؤال؟ 2 على 3. وبالتالي أروح أشيل الساين ثيتا وأحط بداله 2 على 3، ولاحظ معي لازم أخليها الكل تربيع. الآن كوساين تربيع ثيتا 1 ناقص ربع 2 وربع 3 تصير 4 على 9، بعدين نطرح 1 ناقص 4 على 9 يطلع عندي كم في النهاية؟ بعد ما وحد المقامات يكون عندي 5 على 9. هذا هو كوساين تربيع ثيتا. إذا كوساين تربيع ثيتا يساوي 5 على 9. الآن لازم يا شباب إيش؟ لازم أتخلص من التربيع هذا، فلما أجي أتخلص من التربيع لازم يكون عندي موجب وسالب جذر 5 على جذر 9، وجذر 9 كم يعطيني؟ جذر 9 هو كم؟ 3. إذن عندي قيمتين إما بالموجب أو بالسالب، أيهما أختار؟ أختار القيمة اللي في الربع
الأول موجبة الكوساين في الربع الأول إيش فيها يا شباب؟ إذا بما أن الزاوية محصورة في الربع الأول أو تكون في الربع الأول، إذا راح أختار الكوساين الموجب، لأن الربع الأول كل الأعداد أو كل الدوال المثلثية موجبة، بالتالي راح أختار القيمة الموجبة. إذا بما أن ثيتا تقع في الربع الأول، فإن كوساين ثيتا موجب، أي أني راح أختار جذر 5 على 3، وبالتالي كوساين ثيتا يساوي جذر 5 على 3. لاحظ معنا، هل أنا أوجدت المطلوب؟ لا، أنا فقط أوجدت الكوساين ثيتا علشان أقدر أعوضها بهذا القانون، وبالتالي الآن نوجد ساين ضعف الزاوية أو ساين 2 ثيتا. إذا من متطابقة ضعف الزاوية ساين 2 ثيتا يساوي 2 ساين ثيتا ضرب كوساين ثيتا. الآن إيش أعمل؟ أعوض الساين ثيتا اللي هي من السؤال والكوساين ثيتا اللي أنا جبتها قبل شوية اللي هي جذر 5 على 3، وبالتالي 2 ضرب 2 على 3 ضرب جذر 5 على 3، اضرب 2 في 2 في جذر 5 يعطيني 4 جذر 5، اضرب المقام في المقام 3 في 3 كم يعطيك؟ يعطيك 9. اذا في النهاية طلع عندي قيمة ساين ضعف الزاوية يساوي 4 جذر 5 قسمة 9. تعالوا نشوف يا اخوان مفهوم الأساسي للمتطابقات المثلثية لنصف الزاوية. المتطابقات الآتية صحيحة لقيم ثيتا جميعها: ساين ثيتا على 2 يساوي زائد ناقص الجذر التربيعي لواحد ناقص كوساين ثيتا على 2، أما كوساين ثيتا على 2 يساوي زائد ناقص الجذر التربيعي لواحد زائد كوساين ثيتا على 2، أما تان ثيتا على 2 يساوي زائد ناقص الجذر التربيعي لواحد ناقص كوساين ثيتا قسمة واحد زائد كوساين ثيتا، حيث أن الكوساين ثيتا هذه لا تساوي سالب واحد. ليش؟ لأنه لو ساوت سالب واحد هذه أصبحت القيمة عندي هنا غير معرفة، بالتالي لازم أضع أن الكوساين ثيتا لا تساوي سالب واحد. هذه المتطابقات المثلثية لنصف الزاوية، ممكن تقرأها أنت كذا مثلا ساين ثيتا على 2 أو ساين نصف ثيتا. ليش؟ لأن النصف ثيتا هي نفسها ثيتا على 2. تعالوا نشوف أسئلة على المتطابقات المثلثية لنصف الزاوية. يقول لك هنا أوجد القيمة الدقيقة لكوساين نصف ثيتا أو كوساين ثيتا على 2، علما بأن ساين ثيتا يساوي سالب 4 على 5 والثيتا تقع في الربع الثالث. الآن يا إخوان راح أجيب أنا كوساين ثيتا على 2. طبعا كوساين ثيتا على 2 واخذينا احنا قبل قليل تساوي زائد ناقص الجذر التربيعي لواحد زائد كوساين ثيتا على 2. طبعا لاحظ معنا ان الان لازم اجيب الكوساين ثيتا علشان اقدر اعوض فيها بالقانون، وبالتالي اولا راح استعمل متطابقة فيثاغورس لايجاد قيمة الكوساين ثيتا. اذا راح استعمل متطابقة فيثاغورس كوساين تربيع ثيتا يساوي واحد ناقص ساين تربيع ثيتا. الآن أنت عندك الساين ثيتا وهي سالب 4 على 5، إذا أشيل الساين تربيع ثيتا وأحط مكانها سالب 4 على 5 لكل تربيع. إذا كوساين تربيع ثيتا يساوي 1 ناقص بين قوسين سالب 4 على 5 لكل تربيع. الآن ربع الأربعة ب 16 وربع الخمسة ب 25 وربع السالب 1 يطلع عندك موجب، ولا تنسى السالب هذا هو إشارة الطرح اللي عندي في نفس المتطابقة. الآن كوساين تربيع ثيتا 1 ناقص 16 على 25، أطرحهم طرح، هذه هي أصلا 25 قسمة 25، و 25 ناقص 16 يعطيك كم؟ 9، وبالتالي 9 على 25. الآن إخوان لازم نجذر الطرفين، أجذر الطرفين كوساين ثيتا يساوي زائد ناقص الجذر التربيعي لكل 9 على 25، وبالتالي الجذر التربيعي لتسعة بثلاثة والجذر التربيعي لخمسة وعشرين بخمسة، وبالتالي لما أجي أخذ الجذر التربيعي أخذ الموجب والسالب هنا. إذن كوساين ثيتا يساوي زائد ناقص ثلاثة على خمسة. الآن أيهما أختار؟ هل أختار القيمة الموجبة والقيمة السالبة؟ بما أن ثيتا عندي هنا تقع في الربع الثالث، وبالتالي الكوساين ثيتا في الربع الثالث هي سالبة، إذا راح أختار القيمة السالبة. إذا كوساين ثيتا يساوي سالب 3 على 5. الآن أنت عندك الساين
الآن جبت قيمة الكوساين ثيتا وهي المطلوب في إيجاد قيمة الكوساين نصف الزاوية، وبالتالي من متطابقة نصف الزاوية كوساين ثيتا على 2 يساوي زائد ناقص الجذر التربيعي لواحد زائد كوساين ثيتا على 2. الآن تشيل الكوساين ثيتا هذه وتحط مكانها سالب 3 على 5، إذا يساوي زائد ناقص الجذر التربيعي لواحد ناقص، شيلنا الكوساين ثيتا حطينا مكانها 3 على 5 والمقام هذا 2 ينزل كما هو. الآن أطرح 1 ناقص 3 على 5، 1 ناقص 3 على 5، طبعا هنا الواحد هو 5 على 5، 5 ناقص 3 يبقى 2، إذا راح تكون عندي 2 على 5 قسمة 2، إذا في البسط 2 وفي المقام 2، وبالتالي راح يكون عندي 2 مع 2 تروح، ومقام البسط يصبح مقام اللي هو 5، وبالتالي راح تكون عندي يساوي زائد ناقص الجذر التربيعي لواحد على 5. إذا الآن عندك زائد ناقص جذر واحد على 5، راح أوزع الجذر مرة مع الواحد ومرة مع الخمسة، وبالتالي راح يكون عندي واحد على جذر 5، بعدين راح أنطق المقام. ليش؟ علشان ما يكون في عندي جذر في المقام، فأضرب في مرافق المقام، والمقام عندي بجذر 5، إذا جذر 5 فوق في البسط، جذر 5 في المقام، واحد في جذر 5 بجذر 5، وجذر 5 في جذر 5 وجذر 5 تربيع، وجذر 5 تربيع بكم؟ بخمسة. الآن في عندنا يا إخوان تنبيه مهم، بما أن الثيتا عندي الأصل تقع في الربع الثالث، الربع الثالث هو كم يا شباب؟ هو 180 و270، إذا نصف الزاوية وين يقع؟ يعني نصف ال 180 ونصف ال 270، نصف ال 180 يقع بال 90 وال 270 135، وبالتالي فإن ثيتا على 2 تقع بين ال 90 وال 135، وبالتالي ال 90 وال 135، إذا كوساين ثيتا على 2 تأخذ القيمة السالبة وهي سالب جذر 5 على 5. تعالوا يا إخوان نأخذ إثبات صحة المتطابقات. أثبت صحة هذه المتطابقة، كوساين 2 ثيتا قسمة 1 زائد ساين 2 ثيتا يساوي كوتان ثيتا ناقص 1 قسمة كوتان ثيتا زائد 1. في إثبات صحة هذه المتطابقة لابد أن نبدأ بالطرف الأكثر تعقيدا، وأنا ألاحظ عندي أن الطرف الأكثر تعقيدا هو الطرف الأيمن، وبالتالي راح أبدأ بالطرف الأيمن. إذن اتفقنا على أن نبدأ بالطرف الأيمن وهو كوتان ثيتا ناقص 1 على كوتان ثيتا زائد 1. الكوتان يا شباب هي إيش؟ الكوتان ثيتا هي كوساين على الساين، إذن راح أشيل الكوتان ثيتا هذه وأشيل الكوتان ثيتا هذه وأحط مكانهم كوساين ثيتا على ساين ثيتا. إذن شلت الكوتان ثيتا حطيت مكانها كوساين ثيتا على ساين ثيتا، واللي في المقام هذه شلتها وحطيت بدالها كوساين ثيتا على ساين ثيتا، طبعا ناقص واحد اللي فوق وزائد واحد اللي تحت ينزلون كما هم. الآن علشان يسهل عندي الموضوع راح أضرب البسط والمقام في ساين ثيتا علشان أتخلص من ويش؟ عشان أتخلص من المقام هذه. إذا أضرب في البسط والمقام أضربهم بإيش؟ أضربهم بساين ثيتا. لما أجي أضرب البسط ساين ثيتا بتروح الساين ثيتا هذه مع الساين ثيتا اللي ضربتها، وعند الواحد راح يكون عندي ساين ثيتا. إذا كوساين ثيتا تنزل ناقص ساين ثيتا، والمقام لما أجي أضرب كل المقدار هذا بساين ثيتا، الساين ثيتا اللي في المقام هذا راح تروح مع الساين ثيتا اللي ضربتها، والواحد في الساين ثيتا بينزل ساين ثيتا. إذا كوساين ثيتا زائد ساين ثيتا. طيب إيش نلاحظ عندنا هنا يا إخوان؟ لاحظ أنه علشان أبسط هذه الصورة أضرب المقام بسطا ومقاما، المقام عندي إيش؟ هو كوساين ثيتا زائد ساين ثيتا، أضربه في بسطا ومقاما. راح أبدأ بضرب البسط في البسط والمقام في المقام، كوساين ثيتا في كوساين ثيتا بكوساين تربيع ثيتا، سالب في موجب سالب، ساين ثيتا في ساين ثيتا بساين تربيع ثيتا. لاحظ معي أنا ضربت الأول في الأول والثاني في الثاني والإشارة في الإشارة. ليش؟ لأن الضرب هذا يمشي فقط مع اللي إذا كان الكوساين هو نفس الكوساين والساين نفس الساين، والإشارة هذه هي عكس اللي على اليمين، إشارة سالبة إشارتها موجبة. أضرب الكوساين في الكوساين، الساين في الساين، الإشارة في الإشارة،
يبقى عندي هذا اللي فوق البسط. أما المقام إخوان ما ينفع إني أضرب في الضرب اللي قبل قليل. في المقام هنا راح إيش أعمل؟ راح أبدأ بتوزيع التوزيع، يعني كوساين ثيتا في كوساين ثيتا يعطيني إيش؟ كوساين تربيع ثيتا، كوساين ثيتا في ساين ثيتا بكوساين ثيتا ساين ثيتا، صح ولا لا؟ حط زائد. طيب ساين ثيتا في كوساين ثيتا ساين ثيتا في كوساين ثيتا، ممتاز. طيب ساين ثيتا في ساين ثيتا بساين تربيع ثيتا. طيب هذه القيمة يا إخواني هي إيش؟ كوساين ثيتا ساين ثيتا زائد ساين ثيتا كوساين ثيتا، يعني هي 2 كوساين ثيتا ساين ثيتا اللي هو المقدار اللي بالنص هذا، ممتاز. لاحظ معي وزعت في المقام اللي فوق، ما وزعت ليش؟ لأن القيمة هذه هي نفس القيمة هذه، والقيمة هذه هي نفس القيمة هذه، أيضا الإشارات مختلفات. عادي أضرب الأول في الأول والثاني في الثاني، الإشارة في الإشارة، لكن اللي تحت لاحظ معي الإشارات متشابهات، لازم إيش؟ لازم أوزع. إذن صار عندي في المقام كوساين تربيع ثيتا زائد 2 كوساين ثيتا ساين ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا. نأتي يا إخوان لقاعدة سابقة أخذتها، كوساين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا يساوي 1. إذن الكوساين تربيع ثيتا هذه مع الساين تربيع ثيتا هذه تساوي 1، أشيلها وأحط مكانها 1. إذن شلت الكوساين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا، حطيت مكانهم 1، ونزلت عندي 2 كوساين ثيتا ساين ثيتا، نزلت تحت، واللي فوق كوساين تربيع ثيتا ناقص ساين تربيع ثيتا يظل كما هو. الآن كوساين تربيع ثيتا ناقص ساين تربيع ثيتا، مو هو قانون كوساين ضعف الزاوية؟ إذا نشيل هذا وحط مكانه كوساين ضعف الزاوية. طيب 2 كوساين ثيتا ساين ثيتا، مو هو قانون ساين ضعف الزاوية؟ إذا نشيل هذا وكله وحط مكانه ساين ضعف الزاوية. إذا من القوانين هذه اللي خذتها سابقا، الكوساين تربيع ثيتا ناقص ساين تربيع ثيتا هي أصلا كوساين ضعف الزاوية، والاثنين كوساين ثيتا ضرب ساين ثيتا هي اصلا ساين ضعف الزاوية. هنا يا اخوان اثبتنا صحة المتطابقة. لاحظ معي بدينا بالطرف الايمن وانتهينا بايش؟ بالطرف الايسر. تعالوا يا اخوان نأتي الى حل المعادلات المثلثية على فترة معطاة، يعني يعطيك فترة ويقول لك حل المعادلة المثلثية على هذه الفترة. السؤال يقول لك حل المعادلة التالية، ساين ثيتا كوساين ثيتا ناقص نص كوساين ثيتا يساوي صفر، إذا كانت الثيتا تقع بين الصفر والمية وثمانين، يعني في الجزء أو في النصف العلوي من الدائرة، وبالتالي يقع بين الصفر والمية وثمانين. تعالوا يا إخوان نكتب المعادلة الأصلية اللي هي ساين ثيتا كوساين ثيتا ناقص نص ضرب كوساين ثيتا يساوي صفر. حنا كتبنا الآن المعادلة الأصلية. الآن إيش رأيكم نأخذ عامل مشترك اللي هو الكوساين ثيتا؟ لما أجي أطلع الكوساين ثيتا عامل مشترك يبقى عندي ساين ثيتا ناقص نص، إذن كوساين ثيتا ضرب ساين ثيتا ناقص نص يساوي صفر. أليست هذه معادلة صفرية؟ أو بالتالي المعادلة الصفرية عندك حلين، إما ساين ثيتا ناقص نص يساوي صفر أو كوساين ثيتا يساوي صفر. في حالة ساين ثيتا ناقص نص يساوي صفر، فبالتالي ساين ثيتا يساوي نص. طيب إيش القيمة هذه اللي حطها مكان الثيتا؟ ساين حقها يساوي نص. عندك قيمة أنت، الثيتا هذه إما أن تكون 30 أو 150. ليش؟ لأن الساين 30 بنص وساين 150 أيضا بنص، وبالتالي قيمة الثيتا هذه يساوي كم؟ 30 أو 150. طيب تعالوا نسأل نفسنا سؤال هنا، إيش القيمة اللي حطها مكان الثيتا هذه؟ الكوساين حقها يساوي صفر، إما أنها 90 أو 270، لأن كوساين 90 بصفر وكوساين 270 أيضا بصفر. وبالتالي يا أخوان إيش هي الحلول؟ الحلول هي 30 وال 150 وال 90 فقط بدون 270. لماذا؟ لأن يا إخوان نبغى الحلول اللي بالجزء العلوي، الثلاثين والمية وخمسين والتسعين جميعها تقع في النصف العلوي، أما المئتين وسبعين هذه فهي تقع في النصف السفلي، وبالتالي أنا ما راح أحتاجها. ليش؟ أن الثيتا تقع بين الصفر والمية وثمانين، يعني في الجزء
العلوي. نأتي إلى سؤال آخر، معادلة مثلثية لها عدد لا نهائي من الحلول. طبعا يقولك حل المعادلة التالية: كوساين ثيتا زائد واحد يساوي صفر لجميع قيم ثيتا إذا كان قياس الثيتا بالراديان، يعني يبغى جميع قيم ثيتا. طبعا تعالوا نكتب المعادلة هذه، كوساين ثيتا زائد واحد يساوي صفر. الآن نطرح واحد من الطرفين، يطلع عندي كوساين ثيتا يساوي سالب واحد. الآن إخوان من خلال رسمة الكوساين ثيتا بالمستوى الإحداثي، هذه إخوان تمثيل الدالة كوساين ثيتا في المستوى الإحداثي. تعالوا إخوان نشوف إيش هي القيم اللي الثيتا عندي يطلع عندي سالب واحد. طبعا هذا سالب واحد، لاحظ معي القيمة هذه عند الباي والقيمة هذه عند الثلاثة باي. طيب يسار القيمة هذه عند السالب باي، القيمة هذه سالب واحد طبعا هنا عند إيش؟ عند الثلاثة، عند السالب ثلاثة باي. طيب نلاحظ يا إخوان أن الحلول هي باي، ثلاثة باي، خمسة باي، يمين طبعا خمسة باي ليش؟ لأني قاعد أنا أمشي بمثل النمط اللي عندي، وأيضا يسارا سالب باي، سالب ثلاثة باي، سالب خمسة باي، وبالتالي الحلول هي باي، ثلاثة باي، خمسة باي، وتمشي أنت على نفس النمط تضمن رقم، يعني باي، ثلاثة باي، خمسة باي، سبعة باي، تسعة باي، وهكذا. وبالتالي أيضا بالطرف الأيسر سالب باي، سالب ثلاثة باي، سالب خمسة باي، سالب سبعة باي، سالب تسعة باي، إلى ما لا نهاية. إذا هذه هي الحلول للمعادلة اللي أمامي. إذا ماذا تعلمنا هذا اليوم يا شباب؟ تعلمنا المتطابقات المثلثية لمجموع زاويتين والفرق بينهما، وأخذنا فيها قوانين الساين المجموع، كوساين المجموع، ساين الفرق، كوساين الفرق، تان المجموع، وتان الفرق، وأخذنا المتطابقات المثلثية لضعف الزاوية ونصفها، وأخذنا أن ساين ضعف الزاوية لها قانون، كوساين ضعف الزاوية لها ثلاث قوانين، تان ضعف الزاوية لها قانون واحد. أما فيما يتعلق بساين وكوساين وتان نصف الزاوية، لها كل واحدة لها قانون واحد. أما حل المعادلات المثلثية أخذناها وأوجدنا قيم ثيتا للدوال. بهذا نكون قد أنهينا موضوعنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، إلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.